وله المرداسي بس. نعم وله المرداسي بس لاعب الفتح، وكلنا نعرف قضية لاعب الفتح قبل مباراة الهلال، والدكتور عادل عارفها. نعم صحيح. نعم ساندرو مانويل. نعم، والمترجم حق اللجنة اللي بعث إيميل غير صحيح، لجنة الانضباط. نعم، إيقاف لاعب. كل هذه أغلاط تصير، ما نقول إن ما نحن منا مجتمع ملائكة ولا المدينة الفاضلة، تصير، لكن إننا نسكت عنها غير صحيح. وبقدر ما يكون في عقوبات، هذا هو الهلال لعب وفاز 4 صحيح، وباللاعب وباللاعب أحيانا يكون في عقوبات على بعض. شلت الكاس أنا بعض العقوبات يا طارق، بعض العقوبات للإعلاميين، أو يعني نحاول أحيانا أن نعيد بعض الطرح الإعلامي ونرفضه ونقف ضده، في نفس الوقت لا نرضى أن يساء للإعلاميين، ولذلك ما حد